عندنا السؤال الأول، دائرة الاستواء أكبر دائرة عرض. رقم 2، دول الأوباك، الجزائر، أنغولا، غينيا، الجابون، وإيران، والعراق، والكويت، والكونغو، والسعودية، والإمارات، وفنزويلا، وأمريكا الجنوبية. رقم 3، أول بئر بترول سنة كام؟ كان عام 1886 في القرن ال19، كان بئر جسمة على ساحل البحر الأحمر. رقم 4، آخر خلفاء بني عباس في مصر كان المعتصم بالله. القاهرة سماها مين؟ جوهر الصقل، صح ولا غلط؟ صح. رقم 5، مناخ مصر إقليم صحراوي ما عدا الأجزاء الشمالية إقليم بحر المتوسط. رقم 6، ترتيب الصحاري، عندنا القطبية الجنوبية، وعندنا الصحراء الكبرى، وعندنا الصحراء القطبية الجنوبية، والصحراء الغربية. رقم 7، القارتين المتشابهتين في التضاريس، أفريقيا وأستراليا. رقم 8، وزير خارجية روسيا سيرجي فيكتوروفيتش. سيرجي فيكتوروفيتش. رقم 9، المسؤول عن وضع القوانين في أوروبا، المفوضة الأوروبية. رقم 10، تشتهر أستراليا بتربية إيه؟ الأغنام. رقم 11، وزير خارجية مصر سامح شكري. رقم 12، أعلى عاصمة ولاية لبازة. رقم 13، رمسيس الثاني أقام أول معاهدة سلام في التاريخ، عمل معاهدة مع الحيثيين بعد معركة قادش رغم انتصاره. رقم 14، يعيش الناس على قمم جبال اليمن ولبنان، ليه؟ لاعتدال مناخي. رقم 15، بناء معبد الدير البحري، مين اللي بناه؟ حتشبسوت، فين؟ في غرب الأقصر في وادي الملوك. رقم 16، أول إمبراطورية في التاريخ امتدت لآسيا، كانت إمبراطورية تحتمس الثالث. تحتمس الثالث. رقم 17، رياح نقط، رياح الخماسين، هي رياح محلية تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض مثل مصر والسودان. رقم 18، بداية الحياة النيابية في مصر، إسماعيل، مجلس النواب كان عام 1866. رقم 19، أنشأ قلعة الجدار الأبيض، كان مين؟ مينا. أنشأ قلعة الجدار الأبيض مينا. رقم 20، قام بتجميع القرآن، عثمان بن عفان. رقم 21، أسرع كوكب هو كوكب عطارد. رقم 22، استيعاب الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة، بتكون من كام كلمة لكام كلمة في المرحلة الطفولة المتوسطة؟ من 8000 كلمة ل 14000 كلمة. السؤال رقم 23، يشمل المستوى الأعلى للتفكير على 3 مهارات مختلفة، وهي التحليل والتركيب والتقويم. المستويات الأعلى الـ3 في المهارات، التحليل والتركيب والتقويم. السؤال رقم 24، أحد أشهر علماء المسلمين العرب الأزهريين، والذي كان أيضا وزير للأوقاف، هتبقى الإجابة الإمام الشعراوي. رقم 25، ما هو أول مسجد أقيم في مصر؟ مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط. أول مسجد أقيم في مصر، مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط. رقم 26، ما هو نظام الحكم الحالي في مصر؟ نظام جمهوري. رقم 27، أين وجدت النصوص العمودية؟ وجدت في مدينة سيناء بمصر، كما وجدت بشبه الجزيرة العربية أيضا. رقم 28، استخدم المصريين القدماء اللغة لتدوين ما يقومون به، فما هذه اللغة؟ اللغة الهيروغليفية. رقم 29،
من هي الملكة الفرعونية التي حكمت مصر لفترة طويلة؟ حتشبسوت. ملكة حكمت مصر لفترة طويلة، حتشبسوت. رقم 30، لماذا قام قدماء المصريين بتحنيط موتاهم؟ لإيمانهم بفكرة البعث والخلود بعد الموت. رقم 31، أي فرعون كان والد رمسيس الثالث؟ سيتنخت. أي فرعون كان والد رمسيس الثالث؟ سيتنخت. رقم 32، ما هو أقدم تمثال أثري معروف في مصر؟ أبو الهول. 33، ما هو أول هرم تم بناؤه؟ هرم زوسر. رقم 34، ماذا تعني كلمة هيروغليفية؟ الكتاب المقدس. كلمة هيروغليفية معناها الكتاب المقدس. رقم 35، شخص يطلق عليه لقب فرعون؟ ملك مصر القديمة. ملك مصر القديمة كان لقبه لقب فرعون، أي ملك كان بيجي كان اسمه لقب ليه كان لقب فرعون. رقم 36، كم عدد السلالات الحاكمة في مصر القديمة؟ 31 سلالة. رقم 37، فرعون يعرف باسم نابليون مصر تحتمس الثالث. نابليون مصر تحتمس الثالث. رقم 38، كم سنة استمرت حضارة مصر القديمة؟ 3000 سنة. حضارة مصر القديمة كم سنة استمرت؟ 3000 سنة. رقم 9، متى تأسست مصر؟ 3200 سنة قبل الميلاد. متى تأسست مصر؟ 3200 سنة قبل الميلاد. كم تبلغ مساحة مصر؟ 1.1 مليون كيلومتر مربع. مليون كيلو متر مربع. مليون وواحد كيلو متر مربع. 31، 41، من هو القائد المسلم الذي فتح مصر للإسلام؟ عمرو بن العاص. القائد اللي فتح مصر للإسلام عمرو بن العاص. رقم 32، ما هي عاصمة مصر؟ مدينة القاهرة. رقم 43، في أي قارة تقع مصر؟ في قارة أفريقيا. 44، ما هي اللغة الرسمية لدولة مصر؟ اللغة العربية. 45، ما هو النهر الشهير الذي يقطع مصر من جنوبها إلى شمالها؟ نهر النيل. 46، ما البحر الذي تطل عليه مصر من الشمال؟ البحر الأبيض المتوسط. 47، ما هو البحر الذي يحد مصر من الشرق؟ البحر الأحمر. 48، ما هي أعلى نقطة جبلية في مصر؟ جبل كاترين. أعلى نقطة جبلية في مصر جبل كاترين. 49، ما الذي يحد مصر من الشرق بالإضافة للبحر الأحمر؟ الأراضي الفلسطينية المحتلة. رقم 50، ماذا يحد مصر من الغرب؟ ليبيا. 51، ماذا يحد مصر من الجنوب؟ السودان. 52، ما هو أشهر معلم حضاري تاريخي في مصر؟ أهرام الجيزة. أشهر معلم حضاري تاريخي في مصر؟ أهرام الجيزة. السؤال رقم 80، وزير خارجية روسيا سيرجي فيكتوروفيتش. سيرجي فيكتوروفيتش. 81، المؤتمر الذي كان في الفترة ما بين 23 ل 25 أكتوبر كان المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر اللي كان في الفترة ما بين 23 ل 25 أكتوبر في عام 2022 كان المؤتمر الاقتصادي. آخر مؤتمر حصل هو كان مؤتمر اقتصادي. السؤال رقم 82، حادثة دنشواي كانت عام 1906 كانت في قرية دنشواي. عام 1906 في قرية دنشواي. 83، مقبرة المزوقة في الوادي الجديد الدخلة. رقم 84، سبب ضيق السواحل في استراليا بسبب اضطراب جبال الحاجز الكبير من الساحل الشرقي لقارة استراليا. رقم 85، أول حكومة دستورية لسعد زغلول كانت عام 1924. أول حكومة دستورية لسعد زغلول كانت عام 1924.
رقم 86، موقع أفريقيا بالنسبة لخطوط الطول، تمتد من خط طول 17 غربا حتى 51 شرقا، من 17 غربا ل 51 شرقا. 87، وخط الاستواء يمر بأي قارات ثلاثة، هي قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. 88، سعد زغلول كون أول وزارة دستورية شعبية عام 1924، صح ولا غلط؟ هيبقى صح. 89، بعد رحيل الحملة الفرنسية الشعب المصري رحب بالإنجليز، صح ولا غلط؟ هيبقى غلط. رقم 90، ما هي أول مجلة نسائية في مصر؟ هتبقى مجلة الفتاة. رقم 91، أحمد عرابي طالب برحيل حكومة رياض باشا، صح ولا غلط؟ هتبقى صح. 92، عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن بعد رأي أبو بكر، صح ولا غلط؟ يبقى صح. رقم 93، من الذي نام مكان الرسول؟ علي بن أبي طالب. رقم 94، لماذا المسلمين هاجروا من مكة إلى الحبشة؟ هتبقى الإجابة بسبب ما كانوا يلاقونه من إيذاء زعماء قريش. رقم 95، الكواكب بتدور حول الشمس من الشرق للغرب، صح ولا غلط؟ هتبقى غلط، عكس عقارب الساعة. رقم 96، من رائد النظرية المعرفية؟ جان بياجي. رقم 97، الطفولة المبكرة من سن كام لكام؟ من 4 ل 6 سنوات. رقم 98، أحمد عرابي عمل الثورة في عهد مين؟ في عهد الخديوي توفيق. رقم 99، أول مجلة قامت بعمل مجلة أول مصرية قامت بعمل مجلة نسائية اسمها الريحانة، جميلة حافظ. دي أول مجلة نسائية في مصر، كانت مجلة الفتاة، وكانت ده رقم 90. أول مجلة نسائية في مصر كانت مجلة الفتاة، وكانت اللي عاملاها اللبنانية هند نوبة. إنما رقم 99، أول مصرية قامت بعمل مجلة نسائية اسمها الريحانة، كانت جميلة حافظ. رقم 100، من هو أول رئيس لمنظمة حقوق الإنسان؟ بطرس غالي. رقم 101، من هو أرثر بلفور صاحب وعد بناء وطن لليهود في فلسطين؟ ده سياسي بريطاني تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا من 11 يوليو عام 1902 إلى 5 ديسمبر عام 1905. عمل أيضا وزيرا للخارجية من 1916 ل 1919 في حكومة ديفيد لويرد جورج لويد لويد جورج. متى تم إصدار وعد بلفور وما هي بنوده؟ صدر هذا الوعد عام 1917 وسمي بالوعد المشؤوم، هو وعد حكومة بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وسمي بلفور نسبة لوزير الخارجية البريطاني أرثر دينيس